هذا التجمع هل ترى أنه يجب أن يكون في شكل إيه؟ حزب سياسي مساند للرئيس بصراحة؟ بصراحة لابد من جبهة وطنية على الأقل بواجهة ما هو يعني إيه جبهة وطنية يا جبهة أستاذ؟ وطنية، تحالف قوى يعني. بمعنى إيه؟ أنا نفسي قوي إن الرئيس لابد أن يكون هناك تمثيل حقيقي للقوى الحقيقية في المجتمع، من رجال أعمال للشباب كل من تشائي من المواطن المواطنة، لابد أن يكون هناك تمثيل. ودي أهمية إنك توصلي انتخابات برلمان إذا كان ممكن، وبرلمان ممثل مش برلمان يتعمل تحت ضغط الإخوان المسلمين. لأنه أنا خايف من البرلمان الجاي، إنه البرلمان الجاي الهدف فيه أو الجزء الأهم فيه المسيطر فيه إنك تصدي الغارات اللي هي غارات الإسلام السياسي تقصد. غارات الإسلام السياسي وغارات الانتهازية وغارات الاستغلال، غارات المصالح اللي كانت موجودة عندها امتيازات بلا حدود في وقت معين، والآن أنت بتقولي والله ده ما يمكنش يمشي في قوة. وأنا أعلم أنه وانت تعلمي ان في بعض القوى متنفذه وموجوده وفي مواقع سواء في الاعلام او في غير الاعلام او في اي حته انت عايزاها، وهي تقريبا معرقله. فانت محتاجه بصراحه، يعني انا بتصور ان الرئيس محتاج هذه اللحظه، واحد الى تقرير للامه بما هو الوضع عليه حاليا وبما يمكن عمله، الاثنين مع بعض في نفس التوازي. لكن لابد من تقرير الى الامه. ما فيش رئيس امريكي، ما فيش زعيم امريكي ما جاش الا وبدا، سواء بعد ما يوصل الحكم بيسموه حاله الاتحاد، بيتكلم عن حاله state الاتحاد. of the union. انت هنا محتاجه the state of the nation، حاله الامه تحتاج من الرئيس الى ان يصارح الشعب بحقائق، ثم بعد الحقائق وفي نفس الوقت وبالتوازي يقول لهم هيعمل ايه؟ يقول هنعمل ايه؟ سواء في المدى قصير القريب او ما نأمل فيه على المدى البعيد.